السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة إن شاء الله، ترم سعيد في قسم إدارة التمريض، ورب كده عام دراسي سعيد عليكم جميعا، موفقين فيه إن شاء الله. النهاردة هنشرح الاسترالايزيشن شيت، أو أحد الشيتس المطلوبة منكم في العمل السنة دي إن شاء الله. الشيتس ده بيتعمل مين اللي بيعمله؟ الهيد نيرس. الهيد نيرس هي اللي بتعمله، ده الورق المطلوب منها، أحد الورق اللي هي بتعمله. طيب، وبرضه هو من الورق اللي ممكن النيرس، احنا عندنا تلات أنواع، ثري شيتس ممكن النيرس تعمل اتنين منهم ديليجيشن للأسيستنت. ده الشيت ده أحد الشيتس اللي ممكن تعملها ديليجيشن. طيب، أول حاجة عندنا ده شكل الشيت. هو الشيت ده فيه جزء، فيه اللي هو الأولين، الجزء الأولين ده اللي هو الخاص ببيانات الطالب، سواء كان اللي هتعمله الهيد نيرس أو الأسيستنت، والجزء التاني اللي هو الجزء بتاع البيانات بتاعة السبلايز. طيب، هو الشيت الاسترايزيشن شيت ده بيتعمل امتى؟ بيتعمل لما يكون أنا عندي في الشيفت بتاعي في أدوات المفروض إنها تنزل تتعقم. في كل قسم بيبقى فيه أدوات، مثلا قسم الجراحة بيكون مثلا بيكون فيه تغيير فيه على الوند كتير، فممكن يبقى فيه أدوات جراحية بتنزل تتعقم. في قسم العظام، قسم النساء، في كل قسم فيه أدوات ايه ممكن تنزل تتعقم فيه. طيب، انا بعمله امتى؟ بعمله في حاله سواء نزل عندي او ما نزلش عندي. الشيت ده هو ورق انا بسلمه من الورق اليومي اللي انا كهيد نيرس بتدرب ان انا اعمله. طيب، اول جزء فيه اللي هو الاستودنت نيم، ده حضرتك سواء كنت هيد نيرس انت اللي هتعمله، او اعمله ديليجيشن فتبقى بيانات الاسيستنت. تاني حاجه اليونت اللي حضرتك موجود فيها، الوحده اللي موجود فيها، وببين اذا كانت هي مثلا ميل اور فيميل الوحده دي. تالت حاجه الديت، ده تاريخ اليوم اللي احنا موجودين فيه. تالت اخر حاجه اللي هو الروتيشن، وده الاسبوع العام اللي احنا بندرب فيه. احنا ان شاء الله هننزل يوم واحد في الاسبوع السنه دي، فبنكتب مثلا فيرست روتيشن، السكند روتيشن، على حسب الاسابيع العام اللي احنا هننزلها. بعد كده عندنا البيانات اللي احنا بنكتبها، ودي الخاصه بالسبلايز اللي هتنزل عندي. طيب، عندنا اول حاجه السيريال نمبر، التايب اوف الاكويبمنت، التايم ان، التايم اوت، النيرس سيجنتشر. السيريال نمبر هل ده طول هو رقم واحد رقم اتنين؟ لا، السيريال نمبر ده هو رقم الخاص بكل اداه بتنزل تتعقم. كل اداه بتنزل تتعقم بيكون ليها سيريال نمبر بتاخده بعد التعقيم خاص بالاداه دي، مش انا اللي بكتبه من دماغي، انا عارفه بكتبه، معرفوش هديشه. تاني حاجه التايب اوف اكويبمنت، ده بكتب فيها اسم الاداه اللي عندي اللي انا هنزل اعقمها. التايم ان، الوقت اللي دخلت فيه التعقيم، دخلت فيه نزلت سلمته في التعقيم تحت وطلعت. تالت حاجه التايم اوت، بعد كده نيرس سيجنتشر، دي الستاف نيرس اللي اخدت الاداه ونزلت ودتها التعقيم. طيب، انا عامله نموذجين. نموذج لو انا عندي حالات فيها في القسم في الشيفت عندي نزل فيه حالات حاجات تتعقم، ولو ما عنديش بسلمه ازاي، لانه ده من الورق اللي احنا قلنا الاساسي لازم يتسلم في كل شيفت. طيب، انا عندي هنا لو انا عندي في مثلا وليكن ان انا مديه مثال ان احنا مثلا عندنا كدني بيز المفروض انها تنزل تتعقم. طيب، السيريال نمبر قلنا السيريال نمبر ده هو رقم الاداه، ورقم ده بيكون رقم خاص بكل اداه. لو انا عارفه هكتبه، ما اعرفوش بديش. انا هنا مثلا عامله ان هو يعني بديها عنه كده ان انا عامله الرقم دوت، بس يعني لو انا ما اعرفوش مش هكتبه. عامله مثلا 1 2 3 0، فانا مثلا هنا عندي كدني بيز ان هي تتعقم. نزل ان الاستاف نيرس اللي عندي في الاسم نزلت امتى؟ وديته التعقيم، نزلت الساعه 9. طيب، التايم اوت، هل انا في الشيفت بتاعي انا موجوده مثلا في العملي لحد الساعه 12 في الشيفت، وانا موجوده النيرس اللي نزلت وديته ديت نزلت استلمته، طلع عندي استلمته وانا في الشيفت، رجع تاني الاسم وانا موجوده. طيب، لو هو رجع هكتب التايم اللي هو رجع فيه الاسم، يبقى التايم اوت اللي هو التايم نزل النيرس نزلت اخدته ودخل رجع عندي الاسم تاني. طيب، لو هو ما استلمتوش، انا جت الساعه 12 واحنا مشينا من العملي وما اعرفش التايم اللي هو طلع فيه امتى، فانا بكتب اللي هو نوت ريسيفد، يبقى هو مش على وحدتي لحد دلوقتي الاداه دي لسه في التعقيم، لسه اللي يجي بعد يستلم مني يبقى عارف ان الاداه دي في التعقيم هو اللي ايه مثلا هيستلمها. بعد كده النيرس سيجنتشر، ده الاسم ثلاثي او رباعي على حسب تشابه الاسماء للنيرس اللي نزلت ودت الاداه التعقيم. بعد كده انا عندي تقفيله اداريه للورق عشان اضمن ان محدش يكتب حاجه بعدي او يحط قلم في الورق ده بعدي، لان انا مثلا عندي اداه واحده نزلت النهارده، فانا بقفل بشكل حرف الزد زي ما هو باين كده في الورقه، وباجي عند الخط اللي في النص ده بكتب فوق اسمي الامضه بتاعتي، وتحت بكتب التاريخ. طيب، انا بكتب فوق ايه؟ بكتب فوق باللقب بتاعي، انا كنت هيد نيرس وانا اللي عملت الورقه دي النهارده، ولا كنت اسيستنت وعملتها. لو انا كهيد نيرس انا اللي عملتها، فانا بعمل اتش ان اللي هو هيد نيرس، وبكتب الاسم ايه ثلاثي. او لو انا كنت اسيستنت وعملتها، فانا هكتب الاتش اي اتش ان اللي هو اسيستنت هيد نيرس، وبكتب التاريخ تحت. طيب، ده في حاله لو الورق لو كان نزل عندي سبلايز في الايه في الشيفت عندي. طب لو ما نزلش،
منزلش عندي سبلايز، فانا بكتب جملة واضحة من اول السطر: no sterilization done in my shift. وببدأ مقفلش حرف الزد من اخر السطر، بقى عندي جزء في السطر، لأ انا الجزء في السطر ده هديشه، وبعد كده اعمل تقفيلة الورق من سطر جديد تحت وابدأ اقفلها زي ما احنا ايه قلنا في التقفيلة اللي قبل كده، بمضي برضو سواء كنت انا هيد نيرس او اسيستنت وتحت التاريخ. شيء سهل وبسيط ما فيهوش حاجة، اتمنى ان انتم ان شاء الله يكون واضح بالنسبة لكم وتمام. شكرا لحسن استماعكم.